إذا نعود إلى الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ بكم. مصطفى، بحسب وكالة أسوشيتد بريس فإن الأزمة تتفاقم في العراق بالنظر إلى تداعيات حريق مستشفى الحسين في الناصرية، لكن هنا كيف يمكن قراءة هذه التداعيات؟ إلى أي مدى يمكن أن تحدث فارقا في ظل الغضب الشعبي المتنامي؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. هذه الأزمات وليس أزمة الناصرية فقط، هذه الأزمات المتعددة في العراق ستتفاقم كثيرا. هناك أزمة الأمن، هناك أزمة الخدمات، هناك أزمة الاقتصادية، هناك الأزمة الصحية، هناك الكثير والأزمات السياسية. هذه الأزمات ستتفاقم وسيشهد العراقيون للأسف مزيدا من الأزمات، بعضها مفتعل ومعظمها ناجم عن الارتهان للسياسات الخارجية، ارتهان السلطات المحلية في العراق للسياسات الخارجية الإيرانية تحديدا والأمريكية طبعا، وأيضا من خلال يعني بسبب الفشل الذريع في إدارة كل مرافق الحياة في العراق. هذه الأزمات يعني كما قلنا ستتفاقم بشكل كبير، وبالتأكيد سيكون لها انعكاس على حراك الشارع العراقي وثورته. ولكن إذا بقيت هذه، أنا طبعا لست ضد أن تكون هناك احتجاجات خدمية ولا يعني لأسباب خدمية، ولكن إذا بقيت هذه الاحتجاجات لأسباب خدمية ولم يعني تعود إلى أصل الثورة، ثورة تشرين، وهي إسقاط النظام بكل رموزه وشخوصه ودستوره وإجراءاته، فبالتالي سنبقى في دوامة هذا الحراك الخدمي المحدود الذي يطالب بخدمات أقصد، وبالتالي ستتمكن السلطات من القمعية من قمعه ومن محاولة شراء بعض قياداته. طيب. كما حصل فعلا خلال السنتين الماضيتين. أستاذ مصطفى، التظاهرات التي تعم الناصرية أو النجف أو يعني غيرهما من المدن والمحافظات العراقية، لكن هنا السؤال، هل هذه التظاهرات تدخل شرائح جديدة غير مؤدلجة؟ لا سيما وأنت تعرف أن الفاجعة قد مست كل طبقات المجتمع، هل بالإمكان ذلك أستاذ مصطفى؟ نعم، أنا كما قلت لك بالتأكيد ستؤثر على حراك الشارع وستضم إليه مزيدا من الشرائح ومزيدا من يعني الأشخاص، ولكن المشكلة أن هذه الحراك العراقي لحد الآن أو خلال الفترة الأشهر الأخيرة السنة الأخيرة انحصر في المطالبات الخدمية. أنا لست ضد المطالبات الخدمية، ولكن إذا بقيت يعني التحركات الجماهيرية في هذا الإطار فسيمكن شراءها وسيمكن تفتيتها وسيمكن الالتفاف عليها، والجميع يعرف أن السلطة وأجهزتها القمعية والمخابراتية وامتداداتها السياسية وأيضا في الأوساط الاجتماعية ستحاول من خلالها الالتفاف على هذه المطالب، للأسف ربما تنجح في بعضها، لكن الشيء الذي نعول عليه هو أن يعمل العراقيون أولا أن تثور شرائح أكبر وبمناطق أكثر، وأن يعمل هؤلاء الثوار العراقيون على يعني رفع شعار والعمل على هذا الشعار. هذا الشعار هو المطلوب، إسقاط هذا النظام المجرم القمعي الإرهابي الذي قتل العراقيين ودمرهم. على ذكر النظام الإجرامي كما وصفتموه، في المقابل كيف تابعتم تعاطي الحكومة مع الفاجعة سواء من خلال الإجراءات أو حتى القرارات التي اتخذت أو محاولة إسكات الذين يكشفون عن الفساد والإهمال، كيف تابعتم ذلك أستاذ مصطفى؟ يعني هذه السلطة معروفة بقمعها وإجرامها وبكذبها على العراقيين أولا وعلى العالم، وبالتالي ليس متوقعا
سوى هذه الإجراءات الهزيلة، تشكيل لجنة هنا، تشكيل تحقيق هنا، سحب يد هذا الموظف، استقالة هذا الوزير، وكان الأمر يتعلق ب يعني هؤلاء التنفيذيين فقط. في الحقيقة الأمر أكبر من هذا، الأمر يتعلق بالفشل الذريع في إدارة كل مرافق الحياة في العراق، الارتهان للقرار الأجنبي، وبالتالي وضع العراق تحت سيطرة القوى الخارجية، ويعني بالذات إيران الآن بالدرجة الأولى. كل هذا يعني كل هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات في العراق تؤكد بعدها أو انفصامها عن الواقع، وبعدها عن الرغبة والإرادة في معالجة يعني هذه المشاكل. نعم أستاذ مصطفى، وهذه الأزمات التي قلنا أنها متفاقمة في العراق. رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.